حياكم الله من جديد. مع حلول ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، شهدت المملكة منذ مبايعة الملك سلمان مزيدا من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات التنموية. سبعة عقود من العطاء رسم ملامحها ملك الحزم والعزم. ولد سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الخامس من شهر شوال لعام 1354 للهجرة في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. نشأ مع إخوانه في القصر الملكي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض، حيث درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملا وهو في سن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله خياط رحمه الله. وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتماما بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية. تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منصب أمير منطقة الرياض، إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان وعاصمة الدولة، في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة، حيث تم تعيينه بداية أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في 19 من العمر بتاريخ 11 رجب لعام 1373 للهجرة. وبعد عام واحد عين حفظه الله حاكما لمنطقة الرياض وأميرا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان لعام 1374 للهجرة. واستمر أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200,000 نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموا في العالم العربي اليوم. ولم تخلو فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة ومركزا أقليميا للسفر والتجارة. في نوفمبر لعام 2011 ميلادي عين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للدفاع في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الدفاع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي. وشهدت الوزارة في عهده تطويرا شاملا لقطاعات الوزارة كاملة في التدريب والتسليح. تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية خلفا لأخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في الثالث من ربيع الثاني لعام 1436 للهجرة. يعرف الملك سلمان بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات. عصر جديد ومتفرد حدثت خلال أعوامه الستة الماضية الكثير من المتغيرات والتطورات، بدءا من إعطاء الفرصة للعقول الشابة وتسليمها المناصب والمراكز القيادية المهمة في الدولة، وانتهاءا بالمنجزات والتطورات خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. أدام الله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي جعل راية هذا الوطن خفاقة بين الأمم. لبرنامج يا هلا، محمد بن مشهور.